بعض الزملاء في بعض البرامج وكثير من المواقع اللي بيتعمدوا بس هذه الأخبار أو ما عادش هي أخبار، نسج كل هذه الشائعات ضد الأهلي، هذا استقراره. صدقوني ما انتوش بتلعبوا في الضلمة أبدا، صدقوني لو كنتوا فاكرين نفسكم محدش شايفكم تبقوا غلطانين جدا. حجم الكشف اللي الناس بتتكلم فيه وإزاي الناس مصالحها سالكة، اللي مع بعض الأطراف معينة واللي مع وكلاء لاعبين واللي مع مصالح ما عرفش ماشية إزاي بهدف الإيقاع بالأهلي وهز استقراره، والله أنتوا ما مختفيين أبدا، الناس شايفاكم كويس جدا وكشف كل هذه الألعاب. لكن يبقى دايما وأبدا الناس قادرة تفرز وقادرة تحط كل حاجة في الغربال علشان تشوف الغث من السمين. على ذكر الاتحاد الكورة واللي المفروض